فالحمد لله احنا بعاد عن كل ما يسيء لمصر، سواء كانوا طلبة أو أعضاء التدريس. أنا عندي أجانب كتير على فكرة من جنسيات مختلفة، ليس بها قطري أو إيراني أو تركي أو إسرائيلي أو كل ما يسيء لمصر. تاريخ الإخوان اللي مفوش مواربة دلوقتي اتعرف من المؤسس الإخوان في مصر، حسن البنا، واخد تمويله منين الأولاني؟ من السفارة الإنجليزية. واضحة جدا يعني، وما زال محتفظين بكوادر إخوانية كتيرة موجودة في لندن، بحجة هم ابتدوا يكتووا بنارهم. البريطانيين نفسهم هم مقتنعين ان هم دول السبب في بلاوي الاخوان، البلاوي في المجتمع المصري ومجتمع العالمي دلوقتي، والبتاع الاخوان الدوليه دي حاجات دي ابتدوا هم يكتووا بنارها الدول الاوروبيه. الاخوه في الامارات طبعا لا احد ينكر دورها، دور الامارات في محنه مصر ايام الاخوان ولغايه دلوقتي محدش يقدر ينكر ده طبعا. واحنا اخوه من زمان متحالفين معاهم قوه قلبا وقالبا، امارات، السعوديه، بحرين، مصر. دلوقتي بيجيبوا جبهه لمحاربه الفساد، محاربه الارهاب، اسمها الدول التي لا تدعو للارهاب.